قبل ما اشتغل في الميديا واليوتيوب كنت بسمع عن قصص الغموض والجريمة، فكنت بشكك الحقيقة، ايه اللي قتلت ابنها واللي قتل ابوه وحاجات ما بنشوفهاش غير في افلام هوليود. الا اني بعد ما دخلت المجال ده وبدأت ادور بنفسي واتأكد من مصادر بنفسي، والله اترعبت. تخيل انت قلبك بيتوجع ازاي على طفل من ولادك لو اتعور بس في صباع رجليه، ما بالك بام يجيلها قلب تحبس اطفالها. لا مش حبس عقاب زي اللي نعرفه، ده حبس متعة، حبس وصعق بالكهرباء واعتداء جنسي واشكال من التعذيب يصعب عليك تعملها في ألد أعدائك، فما بالك بأم بتعمل ده في ولادها، حبس وتعذيب وتشويه وصل لمرحلة إنها تاكل لحمهم وهم صاحيين. أي حالة نفسية دي اللي توصل الإنسان لكده؟ الإنسان اللي اسمه جاي أصلا من إنسانية يوصل للوحشية دي؟ طب ليه؟ ده اللي هنتعرف عليه سوا النهاردة لما نتعرف على قصة كلارا موروفا، الأم اللي أكلت عيالها حرفيا، وهنعرف تفاصيل قصتها المرعبة وليه ارتكبت الجريمة البشعة دي في حق أطفال من لحمها ودمها. اهلا بيكم في ارض العجائب، اتمنى لو تنضموا لاسرتنا المتواضعه وتشتركوا في القناه وتعملوا اعجاب للفيديو. في اوائل شهر مايو لسنه 2007 اتكشفت بالصدفه واحده من ابشع الجرائم اللي ممكن تتخيلها في حياتك في مدينه كوريم، وهي واحده من مدن جمهوريه التشيك. كان في واحد من السكان بيوصل كاميرات مراقبه لبيته وغرف اطفاله على اساس انه يتابع البيت وغرف الاطفال من وقت للتاني وهو خارج المنزل وكده، الا ان جهاز الاستقبال بتاعه استقبله بالغلط اشارة من كاميرات مراقبة تانية، فبدل ما يشوف كاميرات بيته شاف كاميرات لغرف او اماكن تانية. بمجرد ما فتح الجار ده الكاميرا شاف مشهد مرعب اكتر من اكتر فيلم رعب شفته في حياتك. تخيل معايا اللي شافه، اوضة شبه مظلمة اضاءتها خافتة او ضعيفة يعني، فيها طفل واقف عريان، عريان حرفيا مجرد من كامل ملابسه وايديه متكتفة ورا ظهره، مشهد يشيب مفيش شك، وكأن حد عامل فيك مقلب رعب. الا ان الجار ده بعد ما اتحقق من الفيديو مره واتنين قدر يتعرف على هويه الطفل ده، واتاكد انه الابن الاصغر من ابنين لجارته كلارا واللي بتعيش معاه في نفس الحي. ايه طيب اللي وصل الطفل للحاله اللي هو فيها دي؟ وفين امه او خالته اللي عايشين معاه في نفس البيت؟ هي دي قمه الصدمه. طبعا الجار بمجرد ما شاف المشهد المرعب ده بلغ شرطه المدينه مدينه كوريم، واللي وصلت لمكان الحادث علشان تتفاجئ بوجود طفلين مش طفل واحد متكتفين ومحبوسين في بدروم احد المنازل في احد الاحياء في مدينه كوريم. بالاضافه لبنت تالته عرفت نفسها على انها اختهم بالتبني واسمها انيكا وعندها 13 سنه. كالعاده عايزك تغمض عينك وتتخيل معايا المشهد من تاني، بدروم تحت الارض ضلمه في ولدين متكتفين مش لابسين اي هدوم، طفلة معاهم بتدعي انها اختهم التالتة، وطبعا الطفلين باين على وشهم وجسمهم ملامح تعذيب. انت متخيل بشاعة المنظر؟ علشان نفهم القصة من قبل البلاغ خلينا نرجع شوية بالاحداث لورا. كلارا موروفا هي بطلة احداث القصة للأسف، وهي بنت اتولدت وعاشت في مدينة كوريم، ودي مدينة على بعد 200 كيلو جنوب مدينة براغ عاصمة التشيك. كلارا عاشت وعندها ايمان تام بان ربنا خلقها لمهمة مقدسة معينة. طيب ممتاز، احنا فاهمين المهمة ومدركينها، عبادة ربنا وتعمير الارض، الا ان المهمة اللي كانت معتقدة بها كلارا مختلفة كتير عن اللي تيجي في خيالك. الغريب كمان ان اختها كاترين واللي كانت من نفس سنها تقريبا كان عندها نفس الاعتقاد. وهما في الجامعة اتفاجئت كاترين باختها كلارا وهي بتقرر انها ما تكملش دراستها وتتجوز. اتجوزت كلارا وخلفت ولدين وهما اندريك وجاكوب او يعقوب، الا ان كلارا انفصلت عن جوزها بعد فترة قصيرة من انجاب ولدينها، وعلى حسب ما قالت لما اتقبض عليها ان ده كان بسبب انزعاج الزوج نفسه من بعض التصرفات الغريبة اللي بدأت تظهر عليه. فمثلا كانت دايما بتتكلم عن اختيار ربنا ليها لشيء غامض وانها مصممة تعرف ايه المهم او الشيء ده، بالاضافة لانها عندها استعداد تضحي باي حاجة عشان تنفذ اللي هي معتقدة بيه. وضيف على كده كتير من الافعال الغريبة اللي كانت ترعب مش بس تخوف. بعد انفصالها بدأت تحس بالوحدة لحد ما وافقت اختها كاترينا انها تيجي تعيش معاها في نفس البيت. كمان كاترينا قدرت تقنع كلارا انها تكمل تعليمها، وبالفعل بدأت تدرس وخصوصا علوم تربية الاطفال، انت متخيل، في الجامعة مع كاترين. الا انه كان اسوأ قرار اخدته في حياتها. خلال دراستهم كانوا بيتقابلوا بحكم الدراسة باطفال كتير، وده بهدف عمل مقابلات ودراسات لحالاتهم وحاجات زي كده. من بين الاطفال دي كان في طفلة هربانة من احد الملاجئ وعندها 13 سنة. الطفلة دي اسمها باربورا سكارلوفا، واللي هيكون ليها دور رئيسي في احداث القصة اللي بحكيها لك دلوقتي. بس خليني قبل ما اكمل لك احداث القصة افكرك اني هكون سعيد جدا لو انضميت لاسرة ارض العجائب واشتركت في القناة دلوقتي. بالرجوع لباربورا ومعرفتها بالاختين كلارا وكاترينا، هنكتشف ان هما بعد فترة من علاقتهم ببعض باربورا اعترفت للاختين باعتراف خطير جدا. الاعتراف ده ان باربورا كان عندها 33 سنة مش 13 زي ما هما معتقدين. انت متخيل الصدمة؟ حقيقي والله. الموضوع كله ان باربورا مصابة بمرض قصور الغدة النخامية، وده يمكن اتكلمنا عنه في احد مواضعنا او احد فيديوهاتنا على القناة هنا،
وعرفنا ان الفيديو ان القصور او المرض ده بيأثر على النمو البدني لصاحبه، فبالبلدي بيخليه يبان على انه طفل صغير او ولد صغير في حين انه بيكون شخص كبير او ناضج. باربورا زودت واعترفت للاختين ان هي هربت من اكتر من ملجأ بسبب سوء المعاملة ليها، وانه مفيش ولا اسرة تبنتها حست معاها بالراحة. بعد فترة من علاقتهم والاسباب غامضة، قررت كلارا انها تاخد باربورا تعيش معاهم في نفس البيت. كمان انضموا لطائفة غريبة اسمها طائفة الكاس، واللي كانت باربورا بتنتمي ليها وبتؤمن بمعتقداتها. بعد وقت اتضح لكلارا واختها ان الطائفة دي عبارة عن طائفة شاذة من الطوائف غريبة الاطوار يعني، واللي بتدعي وجوب الخلاص الجسدي من اجل دخول الجنة. طيب ازاي بيتم الخلاص الجسدي من وجهة نظر حضراتهم يعني؟ بيتم ولك ان تتخيل من خلال ارتكاب جرائم ما بيرتكبهاش غير الحيوانات الله يحفظكم، زي مثلا زنا المحارم، اكل لحوم البشر، الاختلاط الجنسي، التعذيب، السادية، والقائمة تطول. من هنا بدأت كلارا وكاترينا وبتعليمات من باربورا يطبقوا اللي اتعلموه في الطائفة دي، بس يطبقوه على مين بقى بالظبط كده؟ على طفلين كلارا نفسها، اندريك زي ما قلت لك وعنده 8 سنين، واخوه جيكوب او يعقوب وعنده 9 سنين. تخيل معايا انه اكتر من سنة ما بين 2006 لشهر مايو 2007 الطفلين دول محبوسين في قفص حديد جوه بدروم البيت. يا ريت على قد محبوسين وبس، ده عد عندك. بداية مفيش اي هدوم، الطفلين عريانين تماما، متسابين في عز البرد بدون قماشة حتى تتحط عليهم. ولما بتحضر الثلاث شيطانات بمعنى اصح واللي مش مائز ان اذكر اساميهم تاني، تخيل لما بيحضروا للطفلين بيعملوا فيهم ايه؟ صعقة بالكهرباء، طفي سجاير باجسامهم، تجريح باسلحة حادة في اجسامهم وخصوصا في اعضائهم التناسلية، اعتداءات للأسف جنسية بكل ما يخطر وما لا يخطر ببال حضرتك. تخيل ان هما كانوا بيسيبوا الاولاد دي واقفين بالايام وسط قذارة من البول والبراز والاستفراغ الله يحفظكم، وللاسف مضطر اوصفلك بشاعة الموضوع كانوا بيجبروهم على تناوله او اكله للاسف لو حد من الاطفال صرخ او اشتكى. طيب بالمعاناة دي هل حد منهم حس بتأنيب ضمير ولو 1%؟ في مثلا صرخة وجع من طفل من الطفلين حركت قلب واحد منهم؟ يا الله، ده الواحد ما بيستحملش عياط طفل مش من دمه، فما بالك بعيالك. للأسف بدل ما المجرمات دول يتراجعوا او يقولوا كفاية كده، ده دخلوا الليفل ابعد بكتير. تخيل ان هما بدأوا يأكلوا الاطفال كويس حقيقي، بل احسن من الاول كمان، بس هل الاكل ده كشفقة على الاطفال المعذبين دول؟ لا والله، ده علشان قرروا يتدربوا فيهم على ايه بقى؟ خمن معايا، على اكل لحوم البشر. والله العظيم زي ما بقولك، يعني كأنك الله يعزك زي ما بتعلف الماشية علشان تذبح. وندريك وهو احد الطفلين زي ما قلتلك، بعد ما اتكشف عليه تبين ان في اجزاء في لحم ساقه او رجله يعني مسلوخ، ولما تواجهوا بالجريمة اعترفوا ان هم سلخوه والولد صاحي. لا ركز معايا، سلخوا جلده او لحمه والولد صاحي وفايق، وبعد ما سلخوا اللحم اكلوه قدام عينيه واقفين بياكلوا في لحم رجله في عز ما كان بيصرخ من الوجع. مش بس كده، دول اجبروه هو واخوه ان هم ياكلوا من نفس اللحم ده. والله انا ما الاقي كلمه توصف بشاعه الناس دي، حتى كلمه ناس هم خرجوا عنها اصلا. اخيرا وبعد وصول الشرطة اتقبض على اللي مش لاقي لهم وصف الحقيقة دول، واعترفوا بجريمتهم وثبتوا ان الطفلة انيكا اللي ادعت ان هي طفلة عندها 13 سنة هي نفسها باربورا. وبعد التحقيق اتضح بوجود يان سكارلا ويان توريك، وهما من منتسبين طائفة الكأس برضو وكانوا شركاء للثلاثة. بالنسبة لكارلا فكان الحكم 9 سنين، اما كاترينا فاخدت 10. واخيرا باربورا اتحكم عليها ب5 سنين، احكام في قضية لو انا قضيها كنت خليتها اعدام بدون ذرة تفكير. اخيرا تم تطبيق الحكم على الاخوه، الا ان باربورا قدرت تهرب للنرويج بهويه مزوره جديده، الهويه دي لطفل اسمه ادم وعنده 13 سنه، بل دي قدرت كمان انها تسجل في مدرسه في مدينه اوسلو النرويجيه طبعا ببيانات الطفل ادم. الا ان بعد فتره من تعقب السلطات ليها سواء النرويجيه او التشيكيه اتفضح امرها وتم تسليمها للتشيك، واتنفذت فيها عقوبه السجن اللي انا شايفها اقل بكتير من اللي تستحقه. قصه العيله دي تكاد تكون روايه خياليه لفيلم رعب او عامل تحفيز بجذب حضرتك بيه علشان تتفرج على قصة هتشدك شوية، الا اني بعرضها لك لان ليها معنى اعمق بكتير. من رأيي المتواضع القصة دي بتسلط الضوء على كارثة كبيرة احنا متغفلين عنها، الكارثة ان اغلب حضراتكم وانا منكم بنعتقد ان عقلنا وتفكيرنا وشخصيتنا هما العوامل الوحيدة اللي متحكمين فينا ومسيطرين علينا، الا ان ممكن فكرة بسيطة، مجرد اتفه فكرة ممكن تعدي في خيال حضرتك، ممكن تحول الانسان للاسف من ادمي انسان يعني لمسخ يتجاوز الحيوانات في همجيتها. والدليل ان اللي حول الاختين دول مجرد فكرة بسيطة كبرت في دماغهم واحدة بواحدة. فرجاء يا جماعة بتمنى السلامة لينا جميعا، ناخد بالنا كويس من الافكار اللي شغلنا. اتمنى يكون الفيديو عجبك، في اول تعليق هتلاقي اهم المصادر الموثوقة اللي اتكلمت عن قضية موروفة، وفي الاخير هكون سعيد بانضمامك لأسرة ارض العجائب بعد ما تشترك في القناة وتعمل اعجاب بالفيديو.